من الصفقة الأكبر في تاريخ صناعة الألعاب، لمعلومات جديدة عن الجزء الثامن من ريزيدنت إيفل وقليلة عن إلدن رينج. كل هذا وأكثر في ملخص أخبار الأسبوع على بلاير ون. طبعا الخبر الأهم اللي حصل الأسبوع الماضي كان خبر صفقة الاستحواذ الأكبر في تاريخ صناعة الألعاب، بعد ما تم الإعلان أنه مايكروسوفت قامت بالاستحواذ على زينيماكس ميديا والعملاقة بيثيزدا، أحد أهم ناشري ومطوري الألعاب، واللي تشمل أكثر من 2300 موظف موزعين على عدة استوديوهات موهوبة من إيد سوفتوير لبيثيزدا جيم ستوديوز وأركين وغيرهم من الاستوديوهات المسؤولة عن ألعاب مهمة ومتنوعة. الصفقة اللي وصلت لسبعة ونص مليار دولار راح تخلي استوديوهات اكس بوكس يزداد عددها من 15 وإلى 23 استوديو، وبتكون إضافة جدا قوية لخدمة الاكس بوكس جيم باس، بعد ما تم تأكيد انه كل ألعاب بيثيزدا بتكون موجودة على الجيم باس ومن أول يوم إصدار. وفي حديث كبير اكس بوكس فيل سبنسر عن الصفقة ذكر انه توافق رؤية الشركتين حول مستقبل الألعاب يعتبر من أهم الأسباب اللي أدت لنجاح هذا الاستحواذ، وانه التعاون الطويل بينهم وعلى مدار سنين طويلة أيضا كان له دور. الكلام اللي ذكره أيضا تيد هاورد رئيس بيثيزدا، فيل سبنسر شدد انهم راح يحترموا الصفقة اللي تمت بين بيثيزدا وسوني بخصوص الحصريتين المؤقتتين لبلاي ستيشن 5 جوست واير طوكيو وديث لوب، وانه الشيء الاهم بالنسبة له في هذه الصفقة هو انه العاب بيثيزدا القادمة مثل إلدر سكرولز الجديدة او ستار فيلد، اللعبة اللي ذكرت تيد هاورد انهم غيروا برمجتها ومحركها بشكل كبير، فانه كل هذه الالعاب بتكون متوفرة لمجتمع اكس بوكس من خلال الجيم باس ومن اول يوم. اما بخصوص السؤال المهم، وهل راح تصبح كل العاب بيثيزدا حصرية لاجهزة اكس بوكس وخدمة الجيم باس على البي سي فقط؟ فالرد كان انه القرار بيكون مختلف على حسب اللعبة وما في شيء محدد. مايكروسوفت من خلال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا أكدوا أنهم بيستمروا في إضافة استوديوهات إبداعية تزيد من قوة المحتوى الخاص فيهم، وشدد أنه بيثيزدا بتكون فرع مستقل بدون تأثير على حريتهم الإبداعية. جدير بالذكر أنه لعبة الشوتر الرائعة دوم إيترنال بتكون أول الألعاب اللي تنضاف للجيم باس في 1 أكتوبر القادم. أما بخصوص أجهزة الشركة الجديدة، فالأسبوع الماضي كان موعد بدء الطلب المسبق، واللي أيضا مثل بلاي ستيشن 5 شاهد طلب عالي وكبير تسبب في مشاكل في الكثير من المواقع العالمية وفي عدد من الدول. أما اللي اشتروا الإكس بوكس 1 سيريس إكس أو إس أو ناويين يحصلوا عليه في المستقبل، فيهمهم إعلان الأسبوع الماضي من إكس بوكس عن كروت الذاكرة الخارجية لأجهزتهم الجديدة، واللي تم تصميمها بالتعاون مع سي جيت وبتكلفك مبلغ وقدره إذا ناوي تشتريها، لأنه سعر الـ 220 دولار اللي تكلفه الذاكرة يقارب سعر جهاز السيريس إس. على حسب كلام الشركة السعر الغالي تبرر قدرات الذاكرة من اللعب المباشر وبدون أي تأخير وبشكل مطابق كأنه الألعاب مثبتة على الجهاز وبغض النظر عن كون اللعبة من أي جيل. اللي يتذكر عروض الكشف عن الجيل الحالي من الأجهزة أكيد يتذكر الفيديو اللي سخرت فيه بلاي ستيشن من إعلان إكس بوكس عن محدودية تبادل الألعاب على جهاز الإكس بوكس 1. الفيديو الظاهر كان مزعل إكس بوكس لأنه بعد سنين وعلى الجيل الجديد إكس بوكس أو على الأقل فريق التواصل الاجتماعي الخاص فيهم ما بيفوتوا الفرصة في توجيه تسديدات غير مباشرة لبلاي ستيشن. فبعد تسديدة مواعيد الطلب المسبق وأنه كيف تم فتحها بشكل فوضوي مفاجئ من بلاي ستيشن، فالأسبوع الماضي بعد ما أعلنت سوني عن النسخ المختلفة لسبايدر مان للبي اس 4 و 5 والطرق المعقدة في الحصول على الترقيات، استغلت إكس بوكس الوضع لصالحها. فشراءك لسبايدر مان مايلز موراليس ب 50 دولار على البي اس 4 بيسمح لك إنك تحصل على الترقية مجانا للبي اس 5، لكن إذا تبغى ريماستر سبايدر مان واللي صدرت على الجيل الحالي واللي بيشهد تحسينات بصرية كبيرة، فشراءك لها على بي اس 4 غير كافي وما راح تحصل عليها الا بشراء نسخة الالتيميت على البلاي ستيشن 5 واللي تشمل الريماسترد واضافة مايلز موراليس الجديدة ب 70 دولار، او اذا كنت اشتريت اضافة مايلز موراليس فتدفع 20 دولار اضافية للحصول على الريماسترد. هذا الاعلان صاحبه الاعلان عن عدم امكانية نقل التخزين الخاص بك في اللعبة للبي اس 5. هذه اللخبطة والتعقيد طبعا ما مرت بسلام على مواقع التواصل، فعلى حساب اكس بوكس البريطاني نشروا تغريدة وذكروا فيها انهم راح يتكلموا في سلسلة من التغريدات عن آلية الترقية الخاصة فيهم وسمارت ديليفري، لكن السلسلة بدأت وانتهت بتغريدة واحدة مكتوب فيها فقط اشتري اللعبة، في تسديدة غير مباشرة لسوني وبلاي ستيشن على التعقيد اللي حصل مع نسخ سبايدر مان المختلفة وطرق الحصول عليها.
ومع الكلام عن الجيل الحالي والجديد، ومن خلال مشاركة كابكوم في معرض طوكيو للألعاب وفيديو جديد لمطورين Resident Evil Village، كشفوا عن بعض المعلومات الجديدة حول اللعبة، مثل أنه اختيار إيثن كبطل القصة كان القرار المنطقي بالنسبة لهم بعد أحداث الجزء السابع، وأكدوا أنه الرعب في جزء القرية بيكون بشكل مماثل إما كان أكثر من السابع. لكن في نفس الوقت الجماعة أكدوا أنهم اشتغلوا على جعل القرية والعالم مو فقط مرعب بل حتى جميل من ناحية الإضاءة والمؤثرات البصرية، وأنه مثل الجزء السابع السؤال الأهم لهم أثناء التطوير حول كل عناصر اللعبة كان هل هذا العنصر مرعب بدرجة كافية ولا لا؟ مخرج اللعبة أكد أنه اسم القرية واللي عادة يعطي انطباع عن مكان صغير غير صحيح هنا، لأن العالم والبيئة ما بتكون بالصغر اللي تتوقعه وبتشمل الكثير من الأماكن المختلفة واللي تم تصميمها بواقعية واهتمام للتفاصيل الصغيرة، وإنه منظور الشخص الأول ضروري لجعل اللاعب يشعر إنه فعلا في هذا المكان المرعب. في الفيديو تكلموا أيضا عن الرسومات الفنية اللي شفناها في العرض الأخير واللي يعتبر جديد على سلسلة Resident Evil، وإنه الهدف من هذه الرسومات الفنية هو سرد القصة وربط العناصر المختلفة والجديدة وإيصالها للاعب بطريقة واضحة وجميلة. أما ضمن كلامهم في معرض طوكيو للألعاب اتكلموا عن إمكانية قدوم الجزء الثامن من Resident Evil للجيل الحالي، وإنه شيء ممكن يشتغلوا عليه لكن بدون وعود، بعد تأكيدهم إنه تركيزهم حاليا منصب على تقديم لعبة رعب تليق بسلسلة Resident Evil والإمكانيات اللي يقدمها الجيل الجديد من الأجهزة. أما الموعد المتوقع على صدور اللعبة فبيكون الربع الأول من 2021. الجزء السابع بالنسبة لي من Resident Evil كان من أفضل ألعاب الجيل، ولمعرفة بقية الألعاب المفضلة راح تلاقي الفيديو الخاص فيها في الوصف. إذا متذكرين لعبة From Software Elden Ring واللي من بعد عرض الكشف عنها اختفت كل الأخبار حولها، فهذا الأسبوع ظهرت دفعة بسيطة من المعلومات الجديدة اللي تخص اللعبة. فضمن أحد المهرجانات الإعلامية للفنون في اليابان قرأ أحد مقدمي الحفل بعض التصريحات للعبقري ميازاكي، أهم الكلام وإن كان قليل وغير كافي للي يبغوا يعرفوا أكثر عن اللعبة، إنه Elden Ring بتكون أضخم وأكبر لعبة لفروم سوفتوير سواء من ناحية العالم وعمق تاريخه، وأكدوا إنها بتكون لعبة عالم مفتوح، وإنه بعض العاملين اللي اشتغلوا على مسلسل Game of Thrones الشهير بيعملوا حاليا على اللعبة دون ذكر لأدوارهم. طبعا معروف إنه مؤلف الروايات اللي بني عليها مسلسل Game of Thrones أيضا مشارك في المشروع، لكن للأسف ما تم الإعلان عن أي موعد للكشف عن المزيد من المعلومات عن Elden Ring، لكن الأمل أنه على الأقل في 10 ديسمبر وضمن حفل جوائز الألعاب لهذا العام نشوف عرض جديد لها. الحفل اللي تم الإعلان أنه بيكون بشكل مختلف وبيتم تقديمه من 3 مدن: طوكيو، لوس أنجلوس ولندن. في حدث بلايستيشن 5 الأخير شفنا العرض الخاص بالجزء الجديد من فاينل فانتسي واللي يعتبر الجزء 16 من السلسلة المشهورة بطول أوقات التطوير، لكن الظاهر أنه على غير العادة فاينل فانتسي الجديدة بتصدر في وقت أقل من المتوقع. فعلى حسب جيسون شراير الصحفي السابق في كوتاكو واللي يعمل حاليا في بلومبيرغ، فذكر انه سمع من ناس يعرفوا عن المشروع وناس اشتغلوا على اللعبة انه صار لهم تقريبا 4 سنين شغالين عليها، وبالتالي يتوقع انه موعد صدورها يكون قريب، ومو مثل ما حصل مع الجزء 15 واللي تقريبا انتظروا محبي السلسلة لمدة 10 سنين. مخرج الجزء 16 من فاينل فانتسي هيروشي تاكاي شدد انهم شغالين بكل شغف على المشروع وانها بتكون على قد الانتظار. لحد الان اللي نعرفه عن اللعبة هو انها بتصدر بشكل حصري للبي اس 5 بعد ما اكدت سكوير اينكس انه ما عندهم اي معلومات حول صدور اللعبة على المنصات الاخرى. بعد خدمات بث الألعاب من مايكروسوفت وجوجل، الأسبوع الماضي أعلنت أمازون دخولها المجال أيضا من خلال خدمة لونا. فالاشتراك بالخدمة بسعر $6 شهريا يسمح للمشتركين باللعب على المتصفح وعلى مختلف الأجهزة من الجوالات للتلفزيونات والحواسب الشخصية. خدمة لونا متوفرة حاليا فقط في أمريكا وبتشهد في الفترة القادمة إضافة ألعاب يوبي سوفت من خلال اشتراك خاص فيها. بالإضافة لخدمة البث، أمازون كشفت أيضاً عن يد التحكم الجديدة بسعر $50 الخاصة في الخدمة. اذكروا لنا في التعليقات رأيكم بخبر الاستحواذ الأكبر في تاريخ الألعاب، ورأيكم في خدمة لونا من أمازون وخدمات بث الألعاب عموماً، وهل تشوفوا إنها بتصبح طريقة لعب رئيسية في المستقبل القريب ولا ما زال الموضوع محتاج وقت؟ أما للاستمرار في الحصول على أهم الأخبار وغيرها من المواضيع المتعلقة بعالم الألعاب فأنت في المكان الصح.
اشتراك وجرس، وخذ لفة على باقي فيديوهات بلاير 1. وكالعادة شكرا على المشاهدة.